نحن في مجتمع بل في عالم مائد بما فيه من الفتن والمحن والقلق والاضطراب. كل منصف مهما أوتي من علم وحال وعمل يقول أحاول أن أكون صالحا مصلحا، أحاول أن أكون إنسانا إنسانا كما أراد الله، لا أستطيع، أفشل دائما أفشل، لأني أريد المثل وأنقطع دون المثل، فمهما حاول أقطع دون الوصول. ضغط شديد، الهموم كثيرة، الاضطرابات والتموجات في أمور الاعتقاد بين الخلق المتكلمين وبين العوام المسافين المتلقين القابلين، توارد الأفكار، تزاحم الصور، كثرة الأحداث، ينسي بعضها بعضا، اضطراب وقلق، هموم وأحزان، وفشل متلاحق. ماذا نصنع؟ نلقي حمولنا على باب التوكل على ربنا. أنت وحدك من يأخذ بأيدينا، من يهدي قلوبنا، من يقر أرواحنا. فقلوبنا غير مستقرة، أرواحنا هائمة، عقولنا مضطربة، أفكارنا مشوشة، أبداننا عليلة، أحوالنا مهزومة، همومنا كثيرة. ماذا نصنع؟ ليس لنا سواك. خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عن جميع من وما سواك يا رب العالمين. وأحسن ختامنا، فإنك أنت البر الكريم والجواد الرحيم.